مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الأحد، بحيث تكون الأجواء يوم غد الأحد معتدلة بوجه عام، ولكن يوم الاثنين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ومساء وليلة الاثنين على الثلاثاء وصباح الثلاثاء تتهيأ الفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ أن المملكة ستتأثر يوم غد الأحد بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى ورطوبة أقل، وبالتالي يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الأحد. أما يوم الاثنين حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فنلاحظ على الأماكن التي سيتم فيها الهطول بإذن الله، نلاحظ أن اعتبارا بعد ظهر يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء إن شاء الله تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، خاصة السحب الركامية، وبالتالي تسقط زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة. تشتد ليلة الاثنين على الثلاثاء وصباح يوم الثلاثاء، وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وأحيانا تكون البرق شديد خاصة في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة. لكن يوم الأربعاء سيطرأ استقرار على الأحوال الجوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء لطيفة، تظهر بعض السحب أحيانا، ودرجة الحرارة الصغرى بحدود 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، ودرجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. العظمى المتوقعة يوم الأحد 27 والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الاثنين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر والمساء، وبتشتد ليلة الاثنين على الثلاثاء، تصبح الأجواء غائمة جزئيا، وتسقط زخات رعدية من المطر، والحرارة العظمى في عمان 25 والصغرى 17. تبقى حالة عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة ليلة الاثنين على الثلاثاء وأيضا حتى ظهر يوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض قليل أيضا على درجات الحرارة. تكون الأجواء غائمة جزئيا يوم الثلاثاء، وتسقط زخات رعدية متفرقة من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا في أماكن مختلفة من المملكة، والحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية. قد تكون أحيانا الأمطار غزيرة تؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الشوارع والأماكن المنخفضة. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليوم غد الأحد، إربد 29-18، عجلون 27-17، جرش 30-19، المفرق 30-16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 28-18، مأدبة 26-18، عمان 27-18، الزرقاء 31-19، البحر الميت أجواء حارة نسبياً 35-26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 28-19، الطفيلي 26-18، الشراه 24-17، ومعان 32-20، وخليج العقبة أجواء حارة نسبياً 35-26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء تقريبا حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا، الأزرق 33-20، الصفاوي 32-20، وأرويشد 32-20 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.